يا فاقدات الولد وليدي ودور عليه. هذا هو لسان حال آلاف الأمهات العراقيات اللواتي اختفى أبناؤهن في تظاهرات الحراك الشبابي الذي انطلقت في تشرين الأول من عام 2019. ومنذ أيام يطرح آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا واحدا، هو من قتلني؟ ضمن أحدث حملة تهدف إلى القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب وتحديد القتلة وتشخيصهم. ووجدت هذه الحملة صدى دوليا مهما دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتضامن معهم لمحاكمة القتلة كي يمكن تأسيس عقد اجتماعي جديد. يقول تقرير حديث لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي إن عدد المغيبين أو الذين تم اغتيالهم من المتظاهرين يصل إلى 20 شخصا، كلهم في الفترة من بداية تشرين الثاني 2019 إلى 15 أيار 2021. ومثل أمهات المختطفين أو الذين تمت تصفيتهم، بدت أم سجادة العراقية حائرة لا تزال تعاني من الصدمة حتى بعد نحو عام من اختطاف ابنها. أما والدة الناشط الكربلائي إيهاب الوزني فقالت بدموع لم تستطع حبسها إن ابنها راح ضحية الدفاع عن الوطن ضد ميليشيات الخطف والقتل التابعة لإيران. الأبناء الذين كانوا يحلمون بعراق جديد يليق بهم جعلوا الأمهات الثكالى في دوامة من الألم والعذاب، يتقاسمن الهموم في رحلة البحث عن الابن أو حتى قتلته.